سرين عبد النور وأنا وياها كنا بوقت أصدقاء كتير مش شوي عادي زملاء بس في منافسة بينكم؟ أنا بتنافس مع حالي علي كل سنة بتنافس مع حالي. نادين نجيم تهين سيرين عبد النور بعدما هجمتها مع نيشان. أنا ما خصهم أصلا بالموضوع وأنا ما عندي مشكلة مع لهذه المخلوقة. تصدرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقابلة كشفت خلالها فشل أي تعاون فني يجمعها بمواطنتها النجمة نادين نسيب نجيم. وخلال الجلسة وجه الإعلامي اللبناني نيشان إلى سيرين حول إمكانية جمع سيرين ونادين معا في عمل درامي مشترك. وقال المنتج صادق الصبح إن الفكرة قد طرحت بالفعل. والله يا ريت ما في شيء بيمنع. لتتدخل سيرين سريعا غاضبة وهي تقول طرحت الفكرة وأنا وافقت ونادين لم توافق، مؤكدة أن نادين رفضت تماما الفكرة نظرا لانشغالها في أعمال درامية أخرى. بس لأنه أخذت قرار أنه ما بقى أخفي قصص هيدا، بسمع كتير قصص مؤذية لإلي. من جانبها ردت نادين نجيم على مقالته سيرين عبد النور حيث علقت على هذا الأمر عبر حسابها على تويتر مغردة: حلو الإنسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولا، وأهم شيء المصداقية بالكلام. في مثل بيقول خالف تعرف، وفي ناس بتهاجم لا تعرف. وتابعت: الفن لذة وكيمياء واحترام ومحبة، إذا من وجدوا صعب يجتمعوا. في لحقد ولا بغض ولا كراهية بيني وبينه، في بعض، بس في بعض هذا البعد ممكن في بعض ل حسيت إنه أحسن يعني سمها وهيدا البعد لإله ولإله طما يصير في خلاف كبير. كما أعادت الفنانة نادين فيديو نشره عدد من متابعيها يشير إلى الحوار الأصلي الذي أجرته نادين وردها على سؤال إمكانية تعاونها مع سيرين عبد النور في عمل فني مشترك في المستقبل، لتؤكد أن الفكرة لم تطرح عليها بعد أو يتم التأكيد عليها، مشيرة إلى إمكانية حدوثها في المستقبل نظراً لانشغالها بأعمال أخرى لعامي 2020 و2021. واليوم أنا بصراحة السكيدجول تبع سنة 2020 وال 2021 already done and confirmed ما بعرف بعدين بالمستقبل شو بيصير. وأثار هذا الأمر جدلا كبيرا على تويتر، حيث أن سبب خلاف بين الفنانة نسيرين عبد النور والفنانة نادين نجيم، وذلك خلال لقاء أجرته سيرين مع برنامج التلفزيوني إي تي بالعربي، وكانت إجابتها بأن الصداقة والزمالة لا يمكن أن يتحقق من طرف واحد. الصداقة ما بتقدر تكون صداقة وزمالة إذا كانت من طرف واحد،